خلونا نشوف رأي الجماعة الصحفية إيه من خلال الكاتب الكبير الأستاذ كارم محمود عضو مجلس النقابة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ مجدي. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ كارم ومنور يا فندم. ربنا يخليك، ده نورك. تسلم. قانون مكافحة الإرهاب تم التصديق عليه أمس، وتم زي ما حضرتك عارف طبعا استبدال الحبس بالغرامة. رأي مجلس النقابة إيه ورأي حضرتك يا فندم؟ هو والله والحقيقة القانون صدر امبارح بالليل زي ما حضرتك قلت، ويعني كنا يعني منشغلين يعني النهارده طول اليوم او امبارح بالليل والنهارده طول اليوم بواقعة القبض على زميلنا احمد رمضان، لكن يعني عشان كده ما كوناش لسه راي يعني محدد ازاءه، ولكن الملاحظات العامه عليه انه يعني طبعا اما هيكون علينا لينا في راي محدد هنبعته اكيد وهنقوله وهنطلعه ببيان للجهات المعنيه، لكن بشكل اساسي وعام وسريع انه الماده 35 اللي صار عليها الجدل كثيرا، راي النقابه الاساسي انها كان يجب ان تلغى من الاساس، لانه كانت بتنص على الحبس وده غير دستوري، لانه حضرتك طبعا عارف انه الدستور الحالي لغى الحبس في جرائم النشوه العلنيه وقصرها فقط على 3 حالات: التحريض على العنف، الحظ على التمييز، الخوض في الاعراض. طبعا مساله افشاء مش عارف معلومات او نشر معلومات او ترويع سلامه المجتمع او تهديد الامن او ترويع او كذا او انتظار بيانات الرسميه والمتحدث الرسمي وهو الاخر يقول لا يدخل ضمن هذه الحالات اساسا. ومن هنا كان راي نقابه الصحفيين ان تلغى هذه الماده لانها ماده غير دستوريه، ولكن يعني يبدو ان يعني عندما عاد الامر للحكومه استبدلت الغرامة بالحبس، يعني لغت الحبس ووضعت بدلا منه غرامة، ولكن نلاحظ أن الغرامة مبلغها باهظ جدا، حدها الأدنى 200,000 جنيه، حدها الأقصى 500,000 جنيه، يعني نصف مليون، وهذا مبلغ كبير جدا وباهظ لمستوى الذي نعرفه لدخول الصحفيين أو الإعلاميين أو حتى المؤسسات الصحفية والإعلامية. اما يجي مثلا يعني يعني بشكل او باخر يدس عليه خبر، طبعا بيحصل اكيد يعني خبر يضعه تحت طائله هذا القانون فيفاجئ بانه مثلا مطلوب منه يدفع نصف مليون جنيه عقوبه، فيبقى في الحاله دي سواء الصحفي او المؤسسه الاعلاميه في الحاله دي مش هيقدر يدفع، هيتحبس. هنرجع بقى لقانون الاجراءات الجنائيه اللي ما بيقدرش يدفع الغرامه في اي تهمه بيتحبس بيها، فهنرجع بقى تاني اللي مش هيقدر يدفع هيتحبس. يبقى احنا كما لو ان احنا من حيث من الناحيه النظريه لغينا الحبس، لكن في التطبيق العملي هنفاجئ بانه صحفيين وعالمين هيحبسوا نتيجه عدم قدرتهم على سداد هذه الغرامه الباهظه. طيب أستاذ كارم، ده معناه أن نقابة مجلس نقابة الصحفيين سوف يبحث هذه المادة ويصدر بيان أكيد بشأنها؟ أكيد طبعا أكيد. وحضرتك وجهة نظرك الشخصية أن هذه الغرامة ضخمة وكبيرة، أنا يعني أنا في زملاء النهاردة صحفيين قالوا لي اساسا ما بيتكونش المبلغ ده عند صحفي، ولو عنده هيسيبها لابنه او بنته ويدخل السجن. بالظبط طبعا، ده صحيح يعني ده مبلغ يعني نص مليون جنيه، ممكن يعني صحفي الزميل ممكن يقعد مثلا يشتغل 15 20 سنه ما يحققش المبلغ ده في حياته، يعني كراتب حتى مش انفاق، يعني مش مدخرات، ما بنتكلمش على مدخرات، المدخرات ده يمكن لو قعد طول عمره يعني يشتغل مش هيبقى عنده مدخرات بالمبلغ ده. طيب لكن انا بتكلم على فيعني ده يعني المشرع حتى الاقتراح لما كان هناك مفاوضات وتفاوض حول انا قلنا لهم حتى ولو ارتقيت ان يكون في غرامه، يعني احنا حد قلنا الغرامه تكون في حدود من 20,000 ل 50,000 او حتى بالكثير قوي يبقى 100,000 على ان تدفع مناصفه ما بين المؤسسه الاعلاميه والصحفي والاعلامي، يبقى الحد الادنى مثلا اقترحنا من 20,000 ل 50,000، لكن نفاجئ ان الحد الادنى 200,000 والحد الاقصى 500,000، ده مبلغ كبير جدا. طيب استاذ كارم، خلينا ندخل على قضية مهمة أيضا، وخلينا أقول خبر للسادة المشاهدين وحضرتك معايا عشان نشوف تعليق حضرتك، أن النيابة اليوم أخلت سبيل الزميل أحمد رمضان المصور الصحفي بجريدة التحرير العزيزة بكفالة 5,000 جنيه.
على سبيل القضيه المتهم فيها بالانتماء لجماعه تنظيم لجماعه ارهابيه او تنظيم الاخوان الارهابي. الاجهزه الامنيه بقى ده الغريب واللي قلب الدنيا من امبارح، القت القبض على الزميل المحترم احمد رمضان بوشايه غريبة جدا وخارجة عن تقاليد المهنة من صحفية في الزميلة المحترمة اليوم السابع تدعى أماني الأخرس. أثناء حضورهما جلسة محاكمة مرسي العياط، محمد مرسي العياط في قضية التخابر أمس اللي هو الرئيس الأسبق، ودعت الصحفية على زميلها انتمائه لجماعة الإخوان. طبعا اليوم منعت نقابة الصحفيين الزميلة أو الصحفية، أنا آسف يا أستاذ كارم وآسف للسادة المشاهدين، أنا مش عايز أقول الزميلة. طيب. رأي النقابة إيه في القضية ديت وأحمد رمضان من أمس وهو قضية كل الصحفيين وقضية مصر كلها؟ طبعًا. إنها تصل لمرحلة إبلاغ عن زميل وشاية بيه. طبعًا. ويتحبس، رأيكم إيه وهتعملوا إيه يا أستاذ كارم؟ هو شوف، هذا الموضوع له في جانب خاص يخص الجماعة الصحفية والإعلامية، وفي جانب عام. خلينا نتكلم الاول في الجانب الخاص. الجانب الخاص انه زي ما حضرتك تفضلت وشرحت، دي مصوره فيديو بتعمل في 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 الزميله العزيزه اليوم السابع، كانت حاضره جلسه المحكمه، وشت بزميل ليها اللي هو زميل مصور وزميلي في جريده التحرير احمد رمضان، وهو شاب يعني للعلم الاستاذ كريم محمود مدير تحرير صحيفه التحرير الغراء. كمل يا فندم. هو شاب موهوب على درجه عاليه جدا من الموهبه ومن الاخلاق ومن الاحترام، يعني لا عمره عمل مشكله مع اي حد، هذه شهاده يعني لله يعني. لكن خلينا نرجع للموضوع. وشايه بينت على سكرتير الجلسه حسب طبعا روايه كل الزملاء اللي حضروا، وهي كمان نفسها يعني واضح انها قابلت يعني كمان بالبلاغ كمان، يعني راحت افادت تقدم يعني افادت او خدوا افادتها يعني، لانه سئل الزميل اليوم عن هذه البلاغ وقالوا انه فلانه او يعني زميلتك هي اللي وشت يعني وهي اللي قالت يعني انه بينت على سكرتير الجلسه قالت له فلان الفلاني ده تدخل من غير تصريح، وده كان بيشتغل معانا في اليوم السابع، وده على فكره ده اخوان. فطبعا سكرتير الجلسه، انا بقول الوقائع لان عشان بس المشاهدين يعرفوا مدى غرابه الموضوع وليه الجماعه الصحفيه والاعلاميه هالها ما حدث. سكرتير الجلسه طبعا بدوره بسرعه راح منيل على ضابط من الحرس بتوع المحكمه، قال له ده كذا 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 وفلانه بتقول كذا. الضابط راح واخد الزميل وخده بره ثلاث ساعات يعملوا عنه تحريات وكذا وكذا، وراحوا اقتادوه الى اسم القاهرة الجديدة تاني، وبات في الاسم. طبعا احنا قعدنا حوالي يمكن ست سبع ساعات ما نعرفش الزميل فين، معرفش فاني مكان بالظبط، وده برضو مسألة تانية غريبة جدا. انا امبارح اتصلت بضابط في وزارة الداخلية اسأل عليه، قالوا احنا ما نعرفش هو فين. ده صحيح يعني وهذه مسألة اخرى يجب ان يعني هذا مواطن مصري من حق نقابته وزملائه واسرته ان تعرف انه حتى لو يعني اي واحد ممكن تقبض عليه، بس على الاقل نعرف هو فين. يعني انا امبارح ابليت بتصريح للوسيله الاعلاميه قلت هذا اختطاف، هذا يعد في نظر القانون هذا اختطاف. عندما نسال مسؤولين كبار في وزاره الداخليه واحنا بنتكلم بشكل رسمي بصفتنا نقيب الصحفيين يتصل وانا اتصل وزملاء اخرين يتصلوا، فيرد علينا المسؤولين ويقولوا ما نعرفش فين، مسؤولين كبار على غير بقى ايه يعني. فدي علامات استفهام كبيره جدا. كيف يتم القبض على مواطن بدون اذن نيابه؟ وبعدين غير كده كمان ده من قاعه المحكمه. قاعه المحكمه ده بقى هو الامر الاخر الخطير جدا. يعني الامر الاول وشايه، واحد اي دلوقتي اي واحد ممكن يقول على فلان، وده على فكره بالمناسبه ده دلوقتي بيحصل في مصالح حكوميه وما بين موظفين وما بين مش عارف ايه وكذا، يقول فلان الحق ده فلان اخوان ويكتبوا تقارير في بعض وكذا. احنا بنفتح باب، بنفتح نار جهنم على بعض. ده شيء غير مسبوق ويجب ان يتوقف فورا، ويجب ان لا تؤخذ هذه الوشايات باي قدر من الجديه. يجب ان تهمل ويكون مكانها سله المهملات.
الا اذا ضبط احد متلبس بجريمه او بقى يعني بناء على ادله حقيقيه. لكن بمجرد وشايه، الزميله نفسها قالت ده كان بيشتغل معايا من 3 سنين وكنا بنشتغل مع بعض وبنبعت حاجات مش عارف ايه، حاجات اخوانه، حاجه غريبه جدا يعني. طبعا ما اعرفش يعني، انا برضو انا كمان، هل هي عضو نقابه؟ انا توردت برضو كمان زيك كده وقلت للزميله لا، مش زميله الحقيقه ولا عضو نقابه، ومثل هذه الواشيه يجب الا تكون ايضا، لا يجب الا يعني تحمل شرف الانتماء الى هذه المهنه عندما يصل بها الامر ان تشي بزميل لها. هذا هو الجانب الخاص. يعني الحمد لله النهارده النيابه ونحترمها جدا ونثق في عداله قضائنا بعد يعني ما شافت انه ما فيش ادله وما فيش كذا وما فيش كذا ومساله مجرد وشايه، قررت الافراج عن الزميل بكفاله. واحنا طبعا بنتابع الموضوع. بس كفاله دي يا استاذ كريم معناها ان في قضيه. والله يعني ربنا يسهل، يعني ده معناه ان في قضيه، لكن نشوف يعني نشوف ايه يعني. يعني حتى الان ما فيش لا في حاجه تدين الزميل ولا اي حاجه خالص يعني. لكن ده عامله زي فيلم احنا بتوع الاتوبيس يا استاذ كامل. بالظبط كده. يعني انت جبت مثال يعني حقيقي تماما يعني. احنا بنتابع طبعا الموضوع في المراحل، اذا كان هناك مراحل اخرى في التحقيق هنتابعه كنقابه. ولكن الجانب بقى العام الذي يجب ان يلتفت اليه المسؤولون عن امن هذا الوطن، وانت وانا وكلنا جميعا حريصون اشد الحرص على سلامته وعلى يعني على امنه واستقراره. مثل هذه الوشايات الالتفات اليها خطر، يجب ان نحذر كل المسؤولين. مش كل واحد بقى ماشي في الشارع ده اخواني او ده مش عارف ايه او زميل في بينه وبين زميل ليه حاجه في ترقيه في علاوه اي حاجه يعني في يعني نفسنا فيقول لك ده اخواني الحق. وبعدين تتحرك الاجهزه وتاخد الموضوع بجديه ويعني انا مستغرب جدا ازاي يعني بمجرد انه واحده قالت ده فلان ده كذا تتحرك سكرتير الجلسه يروح يبلغ الضابط والضابط يجيب الامن الوطني والامن الوطني مش عارف ايه ويحقق ويعمل، وتنشغل مصر كلها بقضيه شاب صغير السن وموهوب ومحترم وواعد وبيشتغل رسمي ونظامي في مؤسسه صحفيه كبرى ومؤسسه صحفيه رسميه وعلنيه ولها مواقفها، والراجل معاه كارنيه ومعاه معاه كل حاجه. طبعا معاه كارنيه الجريده ومعاه ما يثبت انه يعمل تدريب تحرير. والنهارده وراح محامي الجريده وراح محامي النقابه وراح احد زملائنا اعضاء مجلس النقابه زميل خالد البلشي حضر معاه التحقيق. دورنا واجبنا، لكن دورنا واجبنا الاهم مش يعني الخاص اللي هو حمايه زملائنا، لكن الاهم دورنا واجبنا، انا دوري وانت دورك يا اسماك دي، واحنا دورنا كلنا ان احنا نحذر من التمادي في مثل هذه الممارسات الوشايات واخذ الناس بمجرد الظنون وبمجرد الوشايه. هذا خطر جدا على امن هذا الوطن واستقراره. اشكرك جدا استاذ كارم محمود عضو مجلس النقابه ومدير تحرير الزميله العزيزه صحيفه التحرير.